في العدد الشهري لمجلة جمعية المصارف كتب أمين عام الجمعية فادي خلف أنه في الوقت الذي تعيد الدولة حساباتها لناحية تصويب خطة التعافي الاقتصادي، تصر جهات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق المودعين على اعتماد إفلاس المصارف كسبيل لإعادة الودائع، فإذا بهم يضيعون البوصلة وكأن الإفلاس هو الهدف. مما لا شك فيه أن القطاع المصرفي بعدما أصابه من خسائر أصبح بحاجة إلى إعادة هيكلة مدروسة، فالمسؤوليات تطال الجميع، ومن المنطق أن تتوزع الخسائر بشكل يتناسب مع تراتبية المسؤوليات، وهذا ما ينادي به أصلا صندوق النقد الدولي. وبدأت الحكومة تعي هذا الواقع من خلال تعديلات تقوم بها على خطتها السابقة. وأشار خلف إلى أن من التعديلات المطروحة خلق صندوق التعافي لاستعادة الودائع، والذي يعتمد على مكونات عدة قد تفي بالغرض في حال ترافقت مع إصلاحات جوهرية على جميع الصعد. في الوقت عينه ترى جمعية المصارف أن البعض يغفلون عن قصد عن أي خطط إنقاذية وموارد مستقبلية للدولة، ويضعون نصب أعينهم إفلاس المصارف لأهداف شعبوية كونها في الخط الأمامي بمواجهة المودعين. وأوضح أن إفلاس المصارف يعني القضاء على أي أمل في استرداد الودائع، ومودعو بنك إنترا شهود على ذلك. وعليه أردف خلف: من المؤكد أن أي صندوق تشارك فيه الدولة، مصرف لبنان والمصارف لإعادة الودائع تدريجيا، سيعطي للمودعين نسبة تفوق المبالغ التي يسوق لها دعاة الإفلاس. وختم خلف: إنه لمن يتهم أصحاب المصارف بتهريب أموالهم إلى الخارج بطرق غير مشروعة، قال خلف: فلترفع السرية المصرفية عن الجميع، وليدقق بمن خالف القوانين، وليعاقب هؤلاء عوض رمي الاتهامات جذافا، فتصيب الصالح مع الطالح.